رجعنا لكم تاني في الجزء التاني من فقرتنا النهارده. الموضوع اللي انا على المستوى الشخصي استهواني وحبيت اعرف عنه ايه الموضوع، العلاج الضوئي والتغذيه والبشره. وعايز اقول لكم بس الموضوع ده جه ازاي. انا على الفيسبوك عندي لقيت الدكتوره ياسمين عماله بتتكلم عن العلاج الضوئي. انا شغال في المجال ده بس ما اعرفش يعني ايه علاج ضوئي، فكنت حريص ان انا اعرف القصه. بس قبل ما اعرفها لازم حضراتكم تعرفوها. خلينا نرحب بضيفي وضيفكم النهارده دكتوره ياسمين عبد الحميد، مستشار علاجي لاجهزه العلاج الضوئي وخبيره تغذيه وتجميل. صباح الفل عليك يا دكتوره ياسمين. الحمد لله على السلامه. الله يخليك. ايه الاخبار؟ المشوار كان طويل ولا جيت بسرعه؟ لا كويس، الجمعه الصبح بقى. صباح الفل عليك. بص يا دكتوره ياسمين، مستشار علاجي لاجهزه العلاج الضوئي. انا مش فاهم وانا بحب افهم. ايه بقى قصه العلاج الضوئي واجهزه علاج ضوئي؟ تمام اوكي. طيب نبتدي الحكايه من اولها صح؟ اه معاكي. اوكي طيب، انا دكتوره صيدلانيه. طبعا الله يخليك. انا كان طبعا ليا فتره كبيره كنت بشتغل في الادويه، وبعدين بدات ان انا اقول بقى ستوب. ستوب ادويه، واكيد في يعني انذر ايرا بقى ممكن احنا نبدا ندخل فيها، نظرا اكيد يعني نقول ان في جوانب كويسه اكيد للادويه، بس في نفس الوقت برضه في جوانب مش مستحبه، بالذات مع الاسراف اللي احنا بنشوفه كتير قوي في استخدام الانتيبايوتكس والمسكنات. صح الكلام. ما بدات اتعرفت على موضوع الاجهزه من خلال الشركه وكده، الموضوع استهواني جدا، خاصه في برضو كان دكاتره زمايلنا صيادله هم اللي كانوا قائمين على شرح الموضوع ده وكده. تمام. بدات ان انا افهم الموضوع، ولقيت ان هو حاجه لطيفه. يعني هي اكتر لما بتيجي تتعرف على العلاج الضوئي بتحس ان هو حاجه بتتكلم على مثلا العلاج الطبيعي. اوكي. هو طبعا ناس كتير برضو مش فاهمه اهميه العلاج الطبيعي. فدي كانت نمره واحد، ان انا بدات افكر فيه ان هو جزء من العلاج الطبيعي. بعد كده بدات بقى يعني ادخل فيه اكتر، وابدا اتكلم مع دكتورز اكتر، وسواء بقى في مستشفيات او ايفن بقى من دراسات او حاجات زي كده، واستخدامي ليه انا الشخصي. بدات احس ان هو حاجه كويسه جدا، وممكن ان احنا فعلا نستبدله بالمسكن، يعني نحطه مكان المسكنات والانتيبايوتكس وكده، مع جزء طبعا التغذيه. لا يعني حضرتك عايز تقولي العلاج الضوئي ده ممكن يعالج اي حاجه في جسم الانسان؟ ممكن يعالج حاجات كتيره في جسم الانسان. اول حاجه ان هو ليه دور قوي جدا في المناعه. بيقوي المناعه. بيقوي المناعه، او بمعنى اصح ان هو بيعمل نورماليزيشن الليفلز بتاعه الايمونوجلوبينز. بيعادل بالظبط، يعني مثلا حد عنده مشكله في المناعه، مناعته ضعيفه، لا بيرجع المستوى او المنسوب الطبيعي للايمونوجلوبينز المستوى الطبيعي. حلو قوي. تمام. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو طبعا بيساعد على التئام، في جزء ليه في الجروح، في جزء ليه في التئام، لو قلنا مثلا في اصابات عضليه او في المفاصل او كده، بيبقى ليه دور برده كويس جدا. كل ده بالعلاج الضوئي. العلاج الضوئي منتشر في مصر؟ في مستشفيات اوريدي طبعا، في مستشفيات بتتعالج بالعلاج الضوئي. ما اعرفش، مسموح لي اقول اسم المستشفيات ولا؟ بس في مستشفيات كبيره فيها اوريدي بدا يكون في رومز اوريدي لللايف سيرفيس. عايز تقول المستشفيات قول. طيب منهم مركز الطب العالمي. مركز الطب العالمي عنده العلاج الضوئي. يعني هو، معلش سؤال، يعني انا النهارده تعبان، تمام، عندي مشكله مثلا في العضلات، عندي مشكله في اي حاجه تخص العلاج الضوئي، بواجه نفسي ازاي؟ تمام. يعني هنقول واتفر بقى اي مستشفى من المستشفيات او العيادات اللي موجود فيها اللايف ثيرابي، العلاج الضوئي. اول حاجه المفروض ان بيتم تشخيص الحاله بتاعت حضرتك، بمنظوري انا كصيدله كلينيكيه، ان انا ببدا اشوف بقى كل العوامل او كل الريسك فاكتورز الموجوده، او يعني كل الحاجات اللي تؤدي ان احنا المفروض نعمل عمليه شفاء كامل للاصابه اللي عند حضرتك. ما بتبقاش بس علاج ضوئي، لا. بيبقى فيها جزء تغذيه، بيبقى فيها جزء، اعتقد ان احنا كمان معانا صوره بتتكلم عن هذا الموضوع. تمام. اتفضلي يا فندم كملي. اوكي. الفكره كمان من حته اللايت ثيرابي ان هي دخلتني في حته اعمق كمان من كده شويه، ان موضوع الاصابات عموما او موضوع الامراض ما بيجيش في يوم وليله. لو اتكلمنا يعني طبعا بالنسبه للعضلات او المفاصل او كده دي بيبقى ليها قصتها، اوكي، بس بنتكلم في الامراض المناعيه اللي ممكن تؤدي لالتهابات في المفاصل، ما بيجيش كده في يوم وليله، لا. بيبقى اهمال، بيبقى ان انا باكل بشكل مش مظبوط، ممكن يبقى فيها جزء كمان عوامل نفسيه، ممكن يكون اوريدي مثلا في عوامل محيطه، سواء بقى مثلا جو شغل مش كويس بيؤدي ان المناعه بتبدا تقل، وبيبدا بعد كده ان يحصل ممكن مرض مناعي. والحالات دي انا شفتها فعلا، يعني شفت. يعني اذا العلاج الضوئي ممكن يخليني اقلل استخدام الادويه؟ طبعا، بالذات المسكنات والانتيبايوتكس.
طبعا عارفه بالتاكيد الاضرار اللي بتسببها المسكنات دي على الكبد وعلى الكلى. لا انا حاجه شفت ناس بتاخد مسكنات معاها في الشنطه كانها بونبوني او لبان، ويعني والموضوع سو ايزي يعني ما فيش حتى يعني ما انا شايفه ان في صيادله كتيره على الفيسبوك بيعملوا اويرنس كويس جدا وبيبداوا يقولوا يا جماعه لا خلي بالكم. وكمان انت عارف حته الانديفيديوال فاريشن او اللي هو طبعا اختلاف كل شخص على الاخر. انا شفت ناس اخذت مثلا مده اسبوع جالها قرحه في المعده. طبعا. فالفكره انه يعني طبعا احنا اتكلمنا على حته الوعي دي هناخد فيها وقت كبير جدا. بس حضرتك لو مسكت مايك ونزلت الشارع وسالت اي حد في الشارع انت تحب تعالج بعلاج كيميائي ولا علاج طبيعي؟ لا هيقول لك علاج طبيعي بمناسبه. اكيد. عشان كده دايما انا بقول ان اعتقد ان الفتره اللي جايه ان احنا كلنا هنرجع تاني للعلاج الطبيعي او بنبعد عن العلاج الكيميائي. بالظبط. تمام. طب حضرتك برضه التعريف بتاع حضرتك خبير التغذيه والتجميل، هو في علاقه بين العلاج الضوئي وخبير التغذيه والتجميل؟ ازاي بقى؟ انه اوريدي العلاج الضوئي انا بقدر زي ما حضرتك انا اقدر استخدمه على منطقتين، اللي هو بنقول شكل اللوكال او اللي هو المكان اللي فيه الاصابه او اللي فيه المشكله. تمام. ما خلينا نقول البشره دي جزء من الاماكن ممكن يكون يبقى فيها مشكله. لا هو حضرتك العلاج الضوئي ممكن يعالج البشره؟ لا لا خلينا بس. معلش هو الموضوع موضوع عايز كذا حلقه. خليني اركز معاك الاول بقى كده، العلاج الضوئي والبشره. اوكي. لا لا اصل هو مش كذا حلقه بس، اصل بص حضرتك انا البرنامج بتاعي بيعتمد دايما على الصوره العمليه. تمام. يعني دايما باخد الجانب النظري. اكيد. وبعد كده بحب اطبق الجانب العملي، فانا هدبسك في اخر الحلقه ان احنا محتاجين ده بقى نشوف ده حاجه واقعيه. اكيد. فخلينا ناخد بس العلاج الضوئي والبشره. اوكي. لان يعني انت عارف حضرتك هو بطبيعه معظم الفيميلز والرجاله برضو بتحب تلجا للحاجات الموضعيه. أكيد. الحاجات الموضعيه عشان علاج البشره. اعتقد كمان ان احنا معانا صوره اهي كمان بتوضح العلاج الضوئي والبشره، صح كده؟ اعرف بقى القصه كده بالراحه. عشان نفسي انا افهم. طيب يعني هنقول برضو هنتكلم في موضوع البشره ده لما انا برضو بدات ادخل فيه بعمق شويه. لقيت ان هو يعني تو فاكتورز برضو عاملين. في عاملين في الموضوع ده. تمام. اول حاجه العامل اللي بقول عليه اللي هو الجسم كله. حلو. ما هو البشره دي مش حته انا فاصلها عن الجسم. تمام. وده للاسف حاجه مش واصله لكل السيدات، يعني في سيدات طبعا عندها ليفل من الثقافه انها بتقرا وبتفهم والكلام ده كله، وفي ليفل تاني لا انا هروح اعمل حاجه احقن كذا اعمل كذا خلاص انا كده بشرتي بقت حلوه. لا ده جزء، وجزء الريجوفينيشن او بيقولوا عليه نضاره البشره ده حلو. جزء تاني خالص. العلاج الضوئي بيتكلم عن نضاره البشره؟ عن نضاره البشره. حلو. خلينا بقى نتكلم عن العلاج الضوئي وعلاقته بنضاره البشره بالراحه وبهدوء كده. حاضر. اوكي. طيب احنا بنتكلم مبدئيا ان العلاج الضوئي ده لو كنت اعمل ليه ديفينيشن كده عشان لو في دكتورز بيسمعونا او كده، ان هو لو ليزر انرجي. اللي هو بنقول عليه ليزر منخفض الطاقه. ايه ليزر بقى منخفض الطاقه؟ ان احنا عندنا الليزر العادي معروف ان هو بيبقى مش اي حد يقدر يستخدمه. تمام. ميزه اجهزه العلاج الضوئي ان الناس في البيت تقدر تستخدمها. ايه ده؟ يعني انا ممكن في البيت يبقى عندي طبعا جهاز علاج ضوئي؟ بالظبط. وده غالي يعني ولا رخيص؟ والله يعني هو في اسعار منه يعني يعني مثلا نقول اقل سعر في سعر الايفون مثلا. بس حضرتك بتوري له ازاي هو يستخدمه في البيت؟ طبعا طبعا. تمام. انا ببقى يعني يبقى اذا اول حاجه في العلاج الضوئي ان في اجهزه افيلابل متاحه ان بالزبط. ممكن كل حد يستخدمه في البيت. بالظبط. وهيستغنى بقى عن حاجات اللي هي بترطب البشره والكلام ده كله ولا ايه بقى؟ لا امال هيستغنى عن ايه؟ انا هستخدم ليه العلاج الضوئي ده واسيب الحاجات التانيه؟ اسيب ايه؟ هسيب يعني حته الحقن. الحقن؟ بنسبه كبيره. تمام. ده اللي هي عايزه يعني شكل وشها يبقى نورمال ما فيهوش يعني خلينا نقول ان طبعا اكيد عمليه التجميل بيبقى ليها دور معين او على حسب رؤيه الفيميل اللي هي رايحه العياده، لكن انا بتكلم انا عايزه وشي يبقى مفرود ما فيهوش تجاعيد ما فيهوش اللي هي بنقول عليها الفاين لاينز او الخطوط الرفيعه او كده. ده العلاج الضوئي يعالج الحاجات دي كلها؟ بالظبط. او في توحيد في لون البشره بستخدم اللايت ثيرابي. الميزه فيه كمان ان هو بيدي نتيجه طبيعيه في وقت مش قصير. يعني برده ده بيحتاج ان انا استخدم اعمل يعني لو في البيت يعني واحده بقول عليها هوم يوزر او مستخدمي المنازل هي قاعده في البيت فهي بتستخدمه تقريبا بشكل ما لا يقل عن 4 مرات مثلا في الاسبوع. لو معايا انا بستخدم بقى منتجات طبيعيه تانية بتزود شويه الايفكت بتاع العلاج الضوئي. لا لا ما انا بص مش هسيب البشره. طيب لا لا مش يعني هسيبها والله. خلاص العلاج الضوئي دلوقتي خلاص اتفقنا. طيب. ان اللي بيستخدمه سواء كان راجل او ست راجل او 4 مرات مثلا لمده قد ايه بقى؟ شهر. لمده شهر بس؟ ده مش علاج طويل. ده مش علاج طويل ولا حاجه. ده في ناس بتزهق. لا لا خالص في ناس بتزهق والله. بس حضرتك قلت المنتجات الطبيعيه. المنتجات الطبيعيه ايه بقى قصه المنتجات الطبيعيه دي بقى؟ إيه بص انا يعني في منتج عندي انا عاشقه ليه بصراحه ولسه كنت مشيراه فيديو امبارح ان حد كان بيتكلم على الاساس بتاع المنتج ده اللي هي منتجات البحر الميت. لا مش فاهم. منتجات البحر الميت انا اعرف البحر الميت ايه الملح. بقى منتجات البحر الميت البحر الميت ده بيستخلص منه ملح وطين
وفي هناك بتعمل كمان مستشفيات او بيقول عليها مشفى بيستخدموا فيه الحاجات دي للعلاج. الطين البحر الميت اللي ما يعرفش طين البحر الميت ده اعتقد ان احنا حاجه دي طبيعيه. معانا صوره بخصوص هذا الموضوع. ده الملح، تمام وكان قبلها صوره الماسك ده كان طين. تمام انا عايزه اقول حاجه، يعني انا يعني الحمد لله ليا باع شويه في حته الكوزماتكس والحاجات التجميل بالبراندات المختلفه. لا انا استخدمت طين البحر الميت مختلف 180 درجه، يعني تمام هو فيه اكتر من 22 معدن. المعادن دي اللي هو او 26 معدن، ده اللي حضرتك بتبقى محتاجها على مستوى الجسم كله مش بس مستوى البشره. 26 موجودين. 26 معدن، بس 26 ازاي معدن اوصل لهم؟ ازاي يوصل لهم بمعنى ايه؟ يعني هو ده حاجه بتقولي البحر الميت صح؟ انا هل ال 26 معدن دول موجودين في الطين، موجودين في موجودين؟ في الطين لا في خلينا بيوتيز نقول مش في كتيره. الطين، هل انا لو حبيت اروح اوصل لهم ازاي؟ يعني اوصل الطين ده ازاي؟ لا التين ده موجود اوريدي في الماركت عادي. مفيش مشكله خالص. وبيبقى حتى مكتوب على الساشيت ميد ان جوردن، فانت بتبقى عارف ان ده معمول في الاردن اللي هو البحر الميت. اللي هو البحر الميت، او لو في الاردن هو البحر الميت. تمام. هو الميزه فيه ان هو ما فيهوش اي لا اضافات هو الميزه في حاجه كيميائيه. تانية خالص، الميزه ان انا بسمع معلومات اول مره بسمعها وماشيه مع اتجاهي. خلي تمام. بالك انا بقيت الدواء يعني عندي حساسيه منه. كل انا بالنسبه لي يعني بقالي 5 سنين عندي حساسيه من الدواء، تمام. فخلاص اصلا فالطين ده متوفر في السوق موجود. المصري. ولو الناس حابه تتواصل معايا هقول لهم على اسماء كمان، او لو حابين يتواصلوا معايا يعني انا برضو يعني ليا طرق بقدر اجيبه بيه برضو باسعار معقوله شويه. وليه بقى يتواصلوا معاك فوائد ازاي بقى؟ كتيره. رقمي على موجود معاكم، تقدروا تتواصلوا معايا على الواتساب. هايل هايل. بس الموضوع هو موضوع على فكره، موضوع الطين ده يعني عايز اقول حاجه، في بقول عليها مشفى مش مستشفيات موجوده في شرق اوروبا قائمه على العلاج الضوئي وطين البحر الميت. يعني هم بالظبط بالحاجتين دول هم يعني مش محتاجين يستخدموا اي حاجه تانية. في حاجه بيعملوها برضو اللي هي حته العلاج المائي، ودي في بعض الدكتورز اللي هم عارفين الموضوع ده، وفي بعض الاوتيلات برضو عارفين الموضوع لا ده. لا قبل الدكتور والاوتيلات الحاجات دي عليها ابحاث. طبعا، وفي امريكا بالذات كمان كانوا اتكلموا على حته ان الملح بتاع البحر الميت باي نيم يعني ان هو غني جدا بالمغنيسيوم، which is المغنيسيوم ده اللي هو بيبقى بالنسبه حتى للامريكانز بيبقى زي ما تقول معدن هم مش بيعرفوا ياخدوه كميات معقوله من الدايت. المغنيسيوم مهم جدا كمان عشان طبعا الخلايا العصبيه وعشان يعني الفانكشن بتاع الخلايا عموما يعني. فلذلك اللي بيعمل حتى سيشن تين على الجسم كله بيحس بعمليه ارتخاء غير طبيعيه. ده ممكن يعمله في البيت ولا بيروح اماكن متخصصه؟ طبعا هو في البيت هيبقى معصف شويه، اه بس خلينا نقول مثلا لو في مكان زي سبا او كده ناس متخصصه اه وبتعمل بس ناس متخصصين. ناس متخصصه طبعا. تمام. يعني لو ان كيس في حاله اللايت ثيرابي يعني ده اللي انا المفروض بعمله، ان انا بستخدم سيشن العلاج الضوئي لان هي بدورها المفروض ان هي بتنشط الدوره الدمويه، فبالتالي بتفتح المسام بتاعه البشره. فلما بتيجي بعد كده تضيف بقى موضوع التين طبعا افكت بيبقى هاي، وده اللي بيحصل معايا في السيشنز بتاعه البشره ده ممكن استخدمه لجميع افراد الاسره بنسن طبعا. مفيش مشكله خالص. وفي صور حتى موجوده على جوجل الناس ممكن تشوفها ان الاطفال اصلا بيعملوا ماسكات التين يعني، لان هو سيف طبعا. انت بتتكلم في حاجه سيف اكتر من الكورتيزون. ما هو صحيح زي ما قلنا احنا حاجه عايزين نبعد. بالارض، حاجه من الارض. تمام. بصي انا مبسوط من حاجه، مبسوط من حاجه صيدلانيه واشتغلت في مجال الدعايه الطبيه الدوائيه، وبالتاكيد لما تيجي تشتغلي في المجال الطبيعي حاجه بتشتغل عن اقتناع، ده حقيقي. وفي نفس الوقت بتطبقي الاسكس او القواعد او الرولز او اللي انت اتعلمتيها في شركات الدواء. يعني احنا ما بنشتغلش على حاجه، عشان كده سالتك سؤال هل الحاجات دي ليها ابحاث؟ فكان ردك شارب قاطع. مش هينفع اتكلم عنها لو ملاش ابحاث اصلا. طب حضرتك بقى الاجزاء الطبيعيه بقى يعني ايه قصتها؟ وهل في اجزاء معينه يعني احنا لو حبينا ننصح الساده المشاهدين في حته الاجزاء ننصحهم بايه؟ اول حاجه الابتعاد على قد ما نقدر وعن تجربه والله شخصيه عن كل الفاست فود او اللي هي الاكلات السريعه دي، يعني كارثه. وانا هقول للناس على حاجات معينه يعملوها عشان يتست ان الموضوع ده صح. لا نقولها. اول حاجه اللي بيجي له نزلات برد كتير يقعد كده مع نفسه كده يسال نفسه انا بيجي لي نزلات برد كتير ليه. طبعا اكيد ممكن يبقى هيفي سموكر، مش هيفي سموكر حضرتك بتاكل فاست فود يعني كتير. هو مدخن شره. لا مدخنين شرهين بالذات الشباب اللي هم قدنا مناعتهم غير الناس بتاعت زمان خالص. الكلام ده انا يعني انا بقول حك عن اوبزرفيشنز اكتر يعني ما بقولش رأي. كلام من ملاحظات انا شفتها. السن الصغير بتاعنا ده اللي هو الثلاثينات فاقل او اربعينات فاقل دول كلهم اصلا مناعتهم مش زي الناس بتاعت زمان اللي بيدخنوا بقالهم 60 سنه وانت مش حاسس ان هو بيدخن. فدول مبدئيا لاحظ كام نزله برد بتجيلك يا في الشهر
يعني في معدل مثلا موسم صيف او شتاء، دي نمره واحد. نمره اتنين، حضرتك بتاكل ايه؟ حضرتك بتاكل ايه دي عارف حضرتك ايه؟ ده اول سؤال اساله لنفسي، طبعا طبعا. نوعيه واعمل الاكل اللي تيست، باكله. اعمل تيست، اقعد اسبوع ما تاكلش الاكل السيء اللي انت بتاكله، سواء بقى فاست فود، سواء حتى اكل في البيت بس معمول بطريقه مش صحيه. ما بتاكلش خضار، ما بتاكلش فاكهه، الحاجات بقى الطبيعيه اللي هي لازم على طول ادنى فيها، العسل، الليمون، الخضروات، الفاكهه. انا عايزه اقول لحضرتك، انا في مره جالي نزله برد فمنعت لحوم ومنعت فراخ واكلت فواكه بس، انا خفيت في يومين. بسم الله ما شاء الله. دي هي دي علاقه ليها علاقه بحاجه اسمها درجه الحمضيه والقلويه بتاعه الدم. تمام. ان انا كل ما عليت درجه القلويه اللي هي بنقول عليها pH، كل ما عليت كل ما بيبقى اكتر، دي حته بتبقى بتحارب اكتر موضوع ان يكون فيه بكتيريا او كده، كل ما درجه الحمضيه بتاعه الدم بتكون قليله، يعني pH بتنزل اكتر، وده طبعا نتيجه الاكثار من اللحوم او كده او الدواجن، فدي بتخلي المناعه بتبقى اقل شويه، فما تمام. بيبقاش في نفس القدره ان انا اقدر ان انا بمناعتي لوحدها اقدر افايت حته البكتيريا او بص، من الفيروس. حوالي شهر ونص في البرنامج بتاعنا ده كده، كنت انا استعرضت مع الساده المشاهدين مثلث اسمه مثلث الصحه. كنت بقول المثلث ده عباره عن ايه؟ عباره عن غذاء، ولازم يبقى غذاء صحي. وحتى انا جبت في احدى حلقاتي جبت حد متخصص في الغذاء وازاي نختار حلو. الغذاء بتاعنا، ورياضه تيجي في بر يعني متوازيه مع الغذاء، ويجي الدواء في المرتبه الثالثه. ودايما كنت بضرب مثال ان انت النهارده لو عندك لا قدر الله زي مرض سكر او مرض ضغط، بتاخد تركيز، انت ممكن تقلل الجرعه اللي بتاخدها لو انت حافظت على الغذاء بتاعك وعلى الرياضه بتاعتك، ودول كلهم مرتبطين بالحاله النفسيه بتاعت الانسان. بالظبط. احنا النهارده اتكلمنا عن، عايز اكلمك عن الرياضه، لان احنا اتكلمنا على الغذاء، نتكلم عن الرياضه. ايه بقى قصه الرياضه كده؟ لا الرياضه دي حاجه في يعني مش عايزه اقول في المرتبه الاولى، بس بالنسبه لي انا لما يعني كورس تغذيه اللي انا اخدته، لما كانت الناس بتتكلم على انواع مختلفه من انواع الدايت، بصراحه ببقى قاعده مش مقتنعه باي حاجه بتتقال. ليه بقى؟ لان انا مقتنعه انه انا مش قاعده مع حد كلاينت جاي لي او بيشنت عايز يخس، فسوري انا مش ماشيه وراه بالعصايه، انت هتاكل كذا وهتاكل كذا وبالاجبار، هو اكيد مش مستني يسمع كلامي. دي نمره واحد، دي مهمه جدا. الحاجه الثانيه ان انا المفروض ان انا بعمل له حاجه اسمها لايف ستايل موديفيكيشن. انا بقول عليها يعني احنا ككلينيكال فارماسيست كل زمان اللي اخدوا الصيدله الاكلينيكيه سواء في الجامعه او بعد كده اخدوا فيها دبلومات، يا جماعه احنا كصيدله وظيفتنا كان في الصيدليه، او حتى ايفن انت كصيدلي عادي المفروض ان انت بتتكلم في البيشنت اديوكيشن، بيشنت اويرنس، ان انت بتعمل عمليه توعيه للمريض بتاعك او للكلاينت بيجي لك الصيدليه. حضرتك بتفهمه ايه نوعيه الاكل المفروض ياكلها؟ بتفهمه الاول، وبعد ما هيفهم نوعيه الاكل المفروض ياكلها، المفروض ان هو بعد كده انت بتساعده ان هو معاك، هيحط انتوا الاثنين هتحطوا بلان. طبعا هو مش سوري مش درس خصوص. كان في مره حد زميل من الزملاء قال لي انا عايز اخس بس انا قاعد على المكتب. ده ما بتكلمش معايا. قلت له طب ازاي؟ لا احنا لازم نتكلم عليه عشان هو معانا هنا في الاستوديو. قلت له طب ازاي؟ قال لي انا اتصرف، انا عايز اخس وانا قاعد على المكتب. قلت له بجد والله؟ فعايز اقول البلان ده اللي هي الخطه، لازم كله احنا كراجل متخصص وراجل بيعاني، لازم هما الاثنين بيحطوا يتعاونوا. خطه مع بعضهم. طبعا. بص هي دي ليها علاقه بحاجه اسمها البرمجه اللغويه العصبيه. لا ده ما ده قصه ثانيه، حلقه ايه ثانيه. قلت ايه دلوقتي؟ برمجه لغويه العصبيه. برمجه لغويه عصبيه. أيوة. لا لا دي خلينا نبقى نرتب معاكي حلقه نتكلم في الحته دي، البرمجه اللغويه العصبيه. ارجع تاني للرياضه. يعني اوكي طيب، هي هقول حاجه صغننه جدا خالص على البرمجه اللغويه العصبيه، انه لو انا كدكتوره او كصيدلانيه متخصصه في مجال معين، لو انا جاي لي بيشنت وانا ما عرفتش ابرمجه في خلال كذا سيشن طبعا، تمام، ان هو يغير طريقه تفكيره ويبقى معايا كده ايه على لاين واحد. طبعا انا ما زي ما قلت لك انا مش ماشي يا راجل الخرزانه، انت مش جاي معايا او مش جاي لي النهارده عشان انا سوري اخد منك فلوس وخلاص، وفي الاخر انت ما عملتش اللي احنا اتفقنا عليه. هايل. ومش سحر. تمام. اللي فاكر ان ده سحر يا جماعه ده مش سحر، احنا عشان نتعلم حاجه بناخد وقت قد ايه؟ يو ممكن تاخد سنين. طبعا طبعا انا مش هقول سنين، بس هنقول ان لو في يعني انا بقول عليها دورات مكثفه، سواء بتبقى محاضرات، وده اللي اعتقد في ناس كتيره دلوقتي بتحاول تعمله، ان يبقى فيه زي محاضرات ابدا ان انا اغير طريقه تفكيرك، فلما تتغير طريقه تفكيرك هيبقى سهل علينا ان احنا نغير طريقه اكلك. منها طبعا الجزء اللي بعده موضوع الرياضه. لو انا دلوقتي هو في حاجه اسمها ان انا اقعد اقول لك إيه لا كل مش عارفه مثلا 5 مرات وكل 2 توست وكل مش عارفه ايه وانت قاعد ما بتعملش حاجه،
طيب فين حته ان هو انت الحرق ده بيزيد ازاي؟ رياضه وشغل طبعا وهوايات، ده ممكن برايفت بيزنس يخليك تحرق وانت قاعد. طبعا سمع حاجه تحرق، من حرقه الدم، مش حرقه الدم، حاجه تاني. لا التفكير ذات نفسه بيخليك ان انت تحرق. طبعا ففي عوامل كتيره قوي بتزود الميتابوليزم او بتزود عمليه الحرق، غير انك تكون قاعد على الكرسي ما بتعملش حاجه، دي قصة تانية. آه. وحتى ايفن حتى هيك لو تشوف في دايما ريكومنديشنز او في نصايح بنقولها دايما الناس اللي بتقعد كتيرة كتير قدام الموبايل او قدام الكمبيوتر او بتقعد بفترات طويلة جلوس فترات طويلة على المكتب، حضرتك كل نص ساعة لازم تقوم. طبعا. لان انت بتعمل تيبس في المفاصل. طبعا. الناس على فكرة بيجي لها نيك ستيفنس او يعني بيجي لها تيبس في الفقرات بتاعت العنق او الظهر او كده، دي ما بيجيش يا جماعة في يوم وليلة. بصي بالتأكيد لكلامك انت، لو شفتي معدل السمنة من 10 15 سنة هتلاقيه بالمقارنة دلوقتي، هتلاقي دلوقتي زاد 3 4 5 اضعاف، لان الرفاهيه اصبحت في مجتمعنا بناخدها بالجانب السيء. يعني زمان انت كنت ممكن لو ساكن في الدور الثاني او الثالث تطلع على السلم، انما دلوقتي حضرتك تلاقي واحد ساكن في الدور الارضي بيطلع في الاسانسير مش عارف ازاي. اه والله تلاقي دلوقتي العربيات تحت البيت، وممكن مشوار ياخد منه 3 دقايق يركب العربيه. انا عايز اقول ليه احنا محتاجين نغير اساليب حياتنا شويه. كل ما يجي لك فرصه تمشي. انك تؤدي رياضه، يعني مش شرط انك تروح جيم، انت ممكن تمشي في البيت، ممكن وانت في البيت تعمل اي رياضه. انا يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا في بروجكت كان في يعني كوتشز زمايلنا وكده، المفروض احنا كان في بروجكت هنعمله في الجزئيه دي بالذات، ان يبقى في زي بروجرام الناس تقدر تعمله وهي في البيت. تعالي بقى نحط بروجرام مع بعضينا. ماشي. بصي انا البرنامج بتاعي دايما والساده المشاهدين عارفين كده، الجانب النظري عندنا حلو قوي طبعا. ولكن دايما مربوط بالجانب، هل في امكانيه ان احنا بعد كده نعمل حلقه بس حلقه عمليه؟ يعني حضرتك اتكلمنا على الاجهزه الضوئيه، احنا محتاجين نشوف الاجهزه الضوئيه، محتاجين لو في امكانيه ونزل، انا عمري ما عملتها مع حد بس ممكن اعملها معاك، هل محتاجين ممكن نجيب بيشن مريض وازاي نتعامل معاه؟ اكيد. يعني انا عايز اقول في الاخر، انت حضرتك بتتكلمي في حاجه مهمه جدا وحاجه كلنا في احتياج ليها. خلي بالك انت بتعالجي وبتقللي اعراض جانبيه. طبعا. خلي بالك دي المعادله اللي انت بتوصلي لها. احنا عايزين ده يوصل للساده المشاهدين ويقتنعوا، وانا ليا عندك عتاب، وانتوا لازم تبقوا موجودين في الميديا اكتر من كده شويه، لما نكون بنتكلم على حاجه كويسه وحاجه مفيده، لا لازم توصل لكل الناس. ان شاء الله. دكتوره ياسمين عبد الحميد، مستشار علاجي لاجهزه العلاج الضوئي وخبير التغذيه والتجميل، انا مبسوط فعلا بالفقره معاكي. ولكن دايما لما يبقى في فقره بتعجبني دايما بختم على امل ان احنا بالتاكيد هنكمل حلقاتنا او نكمل موضوعنا وهنكمله بصوره عمليه. ان شاء الله. اشكرك، الحلقه عدت بسرعه صح؟ يعني كان نفسي اكتر بس اكتر تتعوض ان شاء الله تعالى. الجزء الثاني من فقرتنا النهارده خلص، خلينا بقى نستعد للفقره الثالثه. ماذا ايه اللي برنامج سعادتك صراحه هيقدمه في 2020، وذلك عن طريق المستشار الطبي الاقتصادي للبرنامج دكتور هاني فرج. فاصل ونواصل.